وهذه هي الشاحنه هذا الرموك اللي اصطدم به اللاعب اسامه فلوح لاعب فريق الوداد البيضاوي وفريق او المنتخب الوطني لكره القدم للشبان. الشاحنه اللي مركونه متوقفه في هذا الشارع بمنطقه عين السبع الحي المحمدي، واللي عدد من المرات كنقولوا بان مثل هذه الشاحنات ماشي المكان ديالها انها تبات وتبقى هنا في الشوارع، والاناره ديالها كتكون الاناره في الشوارع كيكون ضعيفه، وبعض المرات حتى الضبابه كتساهم في الحجب ديال الرؤيه وما كيتبانش، وعدد من المرات توفوا عدد من المواطنين بسبب هذه الشاحنات اللي كتركن هنا هاد الشوارع. اصطدم بالسياره ديالو هنا والاصابه، والصدام كان قوي نتج عنه اصابه خطيره للاعب اسامه فلوح، فان المصالح الامنيه بمنطقه عين السبع الحي المحمدي خصوصا مصلحه حوادث السير فتحوا تحقيق معمق باش يعرفوا الاسباب الحقيقيه ديال هذه الحادثه ويوقفوا على كل الحيثيات والتفاصيل ديالها وشنو السبب اللي خلى اللاعب اسامه فلوح انه اصطدم بالخلف ديال هذه الشاحنه المركونه هنا، واللي لحد الساعه حتى صاحب هذه الشاحنه مازال ما حضرش.